عودة إيمي سمير غانم للأضواء تصدرت الترند. كشفت الكثير من أسرار حياتها الشخصية وعادت للفن من جديد. أجرت إيمي العديد من اللقاءات الفنية خلال الفترة الماضية للتواصل مع جمهورها، وذلك بالتزامن مع عرض مسرحيتها الجديدة التلفزيون مع زوجها حسن الرداد. ظهرت إيمي وهي ترتدي قلادة صغيرة مكتوب عليها اسم نجلها الوحيد فادي. أكدت إيمي أن هذه القلادة لا تفارقها أبداً وترتديها أغلب الأوقات منذ ميلاد نجلها. في بعض الأحيان تضطر إيمي لخلع هذه السلسلة، وأكدت أن السبب في ذلك هو أنها ترتدي سلاسل أخرى، واحدة مكتوب عليها اسم والدها سمير وأخرى اسم والدتها دلال، وأكدت أنها تحاول التغيير بين هذه السلاسل في أغلب الأوقات. تحدثت إيمي عن عودتها للفن كضيفة شرف في أحد أفلام زوجها حسن الرداد ومشاركته في تجربة مسرحية التلفزيون، وأكدت أن هذه التجارب تعتبر نوعاً من التحفيز للعودة لحياتها الفنية. إيمي على لقاء مع جمهورها في موسم رمضان 2024 أكدت أنها ستقدم عملاً درامياً كوميدياً مميزاً من أجل إسعاد جمهورها الذي ابتعدت عنه لفترة طويلة. خبر عودة إيمي مثل سعادة كبيرة لجمهورها، لكن البعض كان قلقاً بشأن نجلها فادي، خاصة وأنه لم يتجاوز عامه الأول، وأكدت إيمي أنها لا تفارقه أبداً. حتى وقت عرض مسرحية التلفزيون في السعودية قررت أن تصطحبه معها طوال فترة العرض، وذلك لأنه لا يوجد أي شخص حتى الآن تستطيع أن تستأمنه على نجلها.